هي فاضية، المراه عربية وفيها واحد ومشغل طبعا العربية، ودخل عليه وقال له احنا عايزين تكشف على واحد معانا بره، تكشف عليه. وهم طبعا ما كانش عشان كده، كان النية وحشة. فقال له لا، انا ما اقدرش اسيب عملي وما اقدرش اسيب الصيدلية شغلي الصيدلية ولا الصيدلية، ما اقدرش اسيبها. وقال له طب تعالى بس بره اكشف عليه بس. قال له ما اقدرش اسيب الصيدليه واطلع بره. فقال فجيب فجأة كده انه ضربه بالنار وطلع يجري، وخدوا العربيه وطلعوا يجروا. فطبعا هو ما لوحده، ما كانش فيه ساعتها حد معاه، فوقع على الارض طبعا ما حسش بدنيا. فما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده، حاولنا نتصلهم عشان نعرفوا ايه. طبعا ده في اخر الدنيا يعني، في حدود في السعوديه يعني، في منطقه بعيده، فمعرفناش نعرفوا الأخبار بالظبط. هو ده اللي حصل. احنا بقى عايزين نعرفوا ابننا حصل له ايه، وازاي يعني، لو في كاميرات او فيه يعني فيه يكون حد حواليه او بتاع، المفروض حد يحميه يعني، المفروض يكون حد في الصيدلية يحميه. مفيش بقى، مفيش غير هو لوحده وحصل له كده. يبقى ده يعني نهايته ايه يعني؟ نهايته كده بقى يعني، واحد بيخاف على الحاجة ويعمل وما تكلمش معاهم في أي حاجة خالص، ولا هم شدوا معاه ولا حاجة، هم بس قالوا له كده وخلاص. جه ضربه بتاعه وخدوا العربية وطلعوا يجروا. فده اللي حصل. فإحنا بقى بنطالب بالقصاص، ولو هو هيندفن في البقيع طبعا ده شهيد ومحتسب من يعني الشهداء، طبعا نحتسبه كلنا مش شهداء نحتسبه طبعا. كلنا من الشهداء. وطبعا يعني محافظة البحيرة كلها يعني قلقانة جدا وزعلانة جدا، واحنا حزينة والله عايزين كلها. الشهر كده او شهر وشوية قبل يعني، قبل يعني قبل رمضان. رمضان؟ قبل رمضان. قبل رمضان، قبل رمضان بحاجة بسيطة، وهو ماشي قبل رمضان يعني، قبل رمضان بحاجة آخر زيارة بسيطة. كانت ليك قبل رمضان. آخر زيارة كانت قبل رمضان. طب يعني وبعد آخر كده آخر حاجة كان قالها لك إيه طيب يعني كان قبل ما يسافر؟ اخر حاجه هو مسافر، فات عليا الصبح قال لي يا ماما انا همسافر بدري. وبعدين قلت له طيب يا حبيبي، قال لي طب ما تيجي يا ماما، قلت له انا مش هقدر يا ابني اجي لك وكده. فهو جه وقال لي طب انا همشي بقى، اسلم عليك بسرعه كده وامشي. فقلت له اي حبيبي لازم تاكل اكل لهم، مش معقول حد يمشي من غير اكل. حضرت له الفطار وفطر، وقال لي خلاص، خد اخوه معايا وصله وقعد وخلاص. وقال لي يا ماما خلاص انا اول ما هوصل، قلت له انا هتابعك يا حبيبي. فانا تميت متابعاه لغايه ما وصل، ركب القطر. وكمان القطر ما كانش، القطر كان فات على اتاخر، فالقطر كان فات، قال انا ما اقدرش اتاخر لحظه عن شغلي. وجه عامل قال لهم انا هستنى، قالوا له لا ما ينفعش خلاص ده في، طب ممكن تستنى. عملت كل المحاولات في المطار، وعملت وجابوا لي بقى، قالوا لي طب احنا هنساعدوك نجيبوا لك قطر تاني، القطر التاني ان شاء الله. فاستنى القطر التاني وركب فيه طبعا القطر التاني عشان يجي بعد مدة. والمسافة اللي هو بينه وبين المكان اللي هو فيه، اللي هو على حدود السعودية كده، الصيدلية بتاعته. وبعدين هو ركب الطيارة وقال لي وكلمني من الطيارة، وقال لي يا ماما اطمئني. قلت له حبيبي انا متابعاك، وقال لي ما تقلقيش انا لسه في الطياره. وبعدين انت عارفه يا ماما المسافه دي قد ايه، ده المسافه دي طيارتين هنروح، مش عارفه ان يعني يعني بينزل في مطار مواصل وبيركب يعني بينزل في مطار ويركب في التاني، يعني طيارتين بيوصلوه لغايه المكان ده. لغاية مكان الصيدلية.